هيساعدني اني اقدر افهم سيكولوجية زوجي بشكل صح، افهم شخصيته بشكل صح. ليه ده مهم بقى؟ ايه اهمية اني اعرف سيكولوجية الزوج، سيكولوجية الرجل، اعرف اقرب منه وافهم شخصيته. اشوفه يتعامل مع مامته مع اخته، اللي هيبقى متعامل مع مامته واخته كويس هيحافظ على مراته. احنا مختلفين طبعا، مفيش حد زي التاني. اشوف تعاملات الاخر مع في بيته مع باباه ومع مامته مع اخواته. هل انا لو فهمت ده بشكل صح هيكون مدخل ليا اني اتعرف على احتياجاته واساعد في انه يسدد احتياجاته دي؟ واخيرا بقى هنعرف ايه الفرق ما بين سيكولوجية الرجل وسيكولوجية المرأة اللي خدناها المرة اللي فاتت. كل ده هنعرفه في حلقة جديدة مهمة من بيت على الصخر يوم الجمعة الجاية الساعة 9. استنونا.